Assalamualaikum. Akhirkan sesuatu boleh bermakna. Kita semasa ini sebab awal bicaraan sama istri di Malaysia dan tidak terus sama istri. Ini sudah saya sebab beri terbiar sih. Dan semasa saya sebab awal terbiar sih. Lima berita Malaysia hati non darah bersatura. لما نجوا لي تعمل بحث تكميلي في الماجستير كتبت ما معنى كلمة الماجستير والدكتوراه فهذه أول حاجة ظهرت لي الصورة دي والصورة دي أنا اكتشفتها من 2007 يعني الصورة دي لما أنا خلصت الماجستير جيت عشان أعمل البي اتش دي عينت الصورة دي الصورة طبعا بس تجي بعاني فيها كده وقبل منها طوال يعني دي الدور المدمي على تدخين كاتب الأساسيات والأساسيات العظيمة السرطان والكلام دول هنا مفاتيح بالجنب ما بعرفش ايش بس تشيل السيارة كده بطلع بس نفس الصورة دي قالت لي فأنا قلت أقوم أعكس الصورة دي أنا أقوم محل السوبرفايزر وأخلي السوبرفايزر محل الستيودنت وأخلي الستيودنت يعني أقوم أشوف الشغلة دي فلما جيت عملت الماجستير خلصت الماجستير كنت قبل ما أسافر يعني أنا خلاص خلصت الماجستير وكنت مسافر لأنه أنا كنت مشير على نفسي خاصة فقلت الدكتور أطلع معي بلا طريقة أقوم في أشتغل مدة كده وأجي راجع مع الدكتور لكن قبل ما أمشي كتبت 6 بيبرات وديتها للمشرف يا أنا مسافر الأسبوع الجاي والبيبرات دي أنا اشتغلتها ورسلتها لجورنال بس كنت تابع مع جورنال أنا مشيت السعودية طبعا سرتكم في السعودية مشيت السعودية عديت 3 شهور المشرف هو اللي أرسل لي منحة هي الدكتورة الستة بيبرات اتقبلت يعني دون سكرة فيهم قال لي 6 بيبرات ساعتها كنت قدمتها الستين هذه كلها اتقبلت وحبت مشي هي تعمل معاها الدكتورة قلت لها خلاص كويس الدكتورة طلعت من الجامعة من جامعة اليو بي ام شرط انه انا اعمل طب ابلكيشن وشرط انه انا اشتغل تويتا في الجامعة فعلا اشتغلت تويتا في الجامعة 3 سنين وكانت دكتورة لكن لما انا جيت على اساس انه انا شنو انه انا اشتغل مواصل في البحث بتاع الماجستير بتاعي مع المشرف بتاعي لما جيت عملتها جيت لما جيت ظهرت حاجه جديده اسمها كلاود كومبيوتنج الجرين كومبيوتنج والكلاود كومبيوتنج دي ظهرت جديده السنه دي ده فانا قلت اقوم اشتغل في الكلاود كومبيوتنج في حاجه جديده قمت عملت بروبوزل واديته للفوتو بروفايدر بتاعي بتاع الماجستير وهو كان قدمه لوزارة التربية الماليزية وزارة التعليم العالي فطلعت لي عليه منحة منحة مفتوحة كلمت مشرفي يا اخي انا عملت بروبوزل كده والبروبوزل قبل وطلعت لي منحة مفتوحة من وزارة التعليم العالي الماليزية فانا داير اخلي الشغل الشراب دي وانا ده وامشي احول عليه قال لي انا بلف فوتو بروفايدر في الشغل بتاعي خلاص كويس فكنت عملتها الكلاود كومبيوتنج طبعا هو عبارة عن مخزن كبير والمخزن ده حتي فيه السوفت وير والهارد وير والانفراستراكشر وكل شيء انت بتجي ما بتحتاج انك انت تشتري منهم خدمة سيرفيس بس بتشتري تحتاج انك انت تعمل ريسنج للسيرفيس مثلا انا داير ابنيت ادري انتي فايروس ما عشان امشي السوق واتزمن وامشي اشتري انتي فايروس انا بكون طوارئ والله بقول لهم داير انتي فايروس بعمل ريسنج للانتي فايروس ممكن هم يرسلوا لي الصوت بتاع الانتي فايروس من غير ما انه انا اشتريه واكون لين يعني شنو ما قلت لك يعني لين الانتي فايروس يقول لك اشتغل سنه بحصل لك باير وهو نفس الشيء انك انت يمكن تعمله لين لخمس سنين لعشر سنين لحد ما شنو اللابتوب بتاعك يتكسر وده هو الانتي فايروس يكون قاعد فانا اشتغلت في السكيورتي للكلاود كومبيوتنج السكيورتي تبع المين بوليسي بتاعت السكيورتي هي الكونفدنسلي والداتا موفمنت والانتجريتي والافيلابيلتي فانا اشتغلت في البوليسي الاربع تسيده في بحث واحد في الكونفدنسلي عملت اكسس كنترول بيست اون كلاود كومبيوتنج ستوريج في الداتا موفمنت عملت بروتوكول انه طبعا اليوزر لما انك انت تيجي تعمل رينتنج لازم اول شيء تنشر بروفايل معناها عملت شنو؟ نزلت البرايفسي بتاعتك اسمك ايميلك العمر يعني حاجات منو اللوكيشن انت فيه نزلت البراند بتاعك والبراند بتاعك اون لاين فانك انت بتعمل ابديتنج للداتا بتعمل انزل لليو داتا بتعمل ديليت لداتا
فأنه في الثلاثة عملت بروتوكول لإزالة المؤمن. الأفيلابيلتي طبعا إنك أنت شنو إنك أنت داير منهم خدمة، فهم لازم الداتا بتاعتك دي دائما تكون موجودة وقت ما أنت داير تعمل لها أكسس، الداتا تكون موجودة دي الأفيلابيلتي. الإنتجريتي هو المعمل الداونلود، بيكون سكيور داونلود، إنك أنت داير تعمل لما يجيك مثلا داير تعمل ريليس لحاجة عشان ما أي حاجة تيجي أنت شنو الرقم اللي هم برسلوا لك ده، أنت لازم تكون عندك سكيور بروتوكول عشان تعمل إنتجريتي. فأنا عملت الأربع بوليسي دي في بحث واحد واشتغلتها، طبعا بقى كل واحد شنو جزء منفصل عن الثاني. دي ساعدت شنو؟ إنه أنا البروبوزل بتاعي بقى بروبوزل يعني مترابط وكل شنو ماشي في نطاق واحد، يعني مما إنك أنت تيجي تعمل ريجستريشن في كلاود كومبيوتنج لحد ما تيجي تعمل داونلود للحاجة اللي أنت دايرها اللي عملت لها رنت أصلا. ف انا طبعا لما سمعت انه هو 20 دقيقه وكده ف يعني بس عملت الحاجات الرئيسيه كونتريبيوشن كيف انا طلعت بيها، يعني ما قلت البروبلم ستيتمنت وما قلت المسؤوليه اللي انا شغال بيها. ف دي كلها قلت شنو يعني انك انت الليله لو بدات لو عارف انك انت لازم تعمل شنو معناها في النهايه حتصل واي حاجه فيها شنو فيها بروبلم ستيتمنت، ما في دور جهود يعني انا مش هتلاقي اي من اللي فيها بروبلم ستيتمنت، يعني يمكن في شنو هي واحدة يكون فيها مليار ريسيرشر وكل واحد ما تكلم بروبلم ستيتمنت مختلف عن الثاني. زي تستطيع انك انت شنو بقت، لكن هسه بقت انك انت اضعف انك انت تلقى بروبلم ستيتمنت مما انك انت تلقى غير عروس. صح؟ لا ممكن. ها؟ فأنا عملت المين اوبجيكتيف بتاعتي والريسيرش سكوب والميثودولوجي اللي اشتغلت عليها والفريم ورك البربيت البروبوت فريم ورك والكونتريبيوشن والليست اوف ابلكيشن. ف هي اصلا المونتج كلاود كومبيوتنج هو اصلا يعني عباره عن ديستريبيوتد سيستم بيس اون سيمانتيك ويب تكنولوجي، يعني في سيمانتيك ويب تكنولوجي وفي ديستريبيوتد سيستم لانه هو عباره عن سيرفر مربوطه شنو؟ بين سيرفر دي ديستريبيوتد سيستم، وانه يعني في شنو في جنريشن لداتا لسيمانتيك داتا، يعني الداتا بتمشي من سيرفر لسيرفر، معناها في اونتولوجيز بتاع ويب تكنولوجي تكون بتشتغل شنو؟ فانا ده ساعدتني شنو ان انا جيت هو شيء عملت انفستيجيشن لكل البوليسي للكلاود كومبيوتنج لكل ده، كان هو شنو؟ هو الاوبجيكتيف او هو شنو؟ هو بروبوزر طلعت بيه انا. بعد عملت فورميليت الكومبتنسيف موديل بتاعي، الكومبتنسيف موديل ده كان عباره عن شنو؟ عباره عن مالتي ايجنت سيستم تول، وهي تول استخدموها هنا شنو؟ اللي هي غاي ارتفيشال انتليجنس، هي المالتي ايجنت سيستم. الايجنت هو شنو؟ هو عباره عن كود، انك انت اللي بتكتب الكود والايجنت بيشتغل لك على حسب شنو؟ على حسب الجول بتاعك انت في الكود. فكان كنت عملت ديفلوبمنت للسكيورتي باستخدام ال بي اتش بي والبايثون، عملت تيست وفاليديت البروتوتايب بتاعي في جامعة قطر، كان مشيت هناك قعدت معاهم 3 شهور عملت تيستنج للموديل اللي انا عملته. فتيست سكوب تيست سكوب بتاع الريسيرش، وتيست سكوب هو عبارة عن شابتر في كتاب كلاود كمبيوتر سكيورتي. فكنت شغال في البوليسي الاربعه اللي انا قلتها، التارجت بتاع الاتاك في كل بوليسي كنت حددته، الايجنت اللي بيشتغل لي لكل شنو لكل بوليسي واتاك حددت الايجنت بتاعتي. الميثودولوجي اللي كنت شغال بيها هي سكيورتي سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، اللي هي عندها 5 سايكل اساسيه معروفه، من بتبدا من الانفستيجيشن لحد المينتنس او لحد التستنج الفاليديشن البي اند بي فيريفيكيشن اند فاليديشن، مريت بالخمسه قمت على السريع شنو الريزلت والكونكلوجن في النهايه. ده فريم ورك صار العمل اللي انا عملته، انه انا عندي شنو الايجنت اللي انا شغال بيها والكلاود داتا ستوري والكومبوننت المكونات الرئيسيه للكلاود داتا ستوري شنو زي اليوزر زي كلاود سيرفر بروفايدر زي الناس اللي بيزودوا الخدمه اللي انت عاوزها. ده الاركتكشر بتاع الايجنت بتاعتي، فيه 5 مين ايجنت
كل ايجنت طبعا واحد المين ايجنت واحد ايجنت بتاع الكونفدنس ليه واحد ايجنت بتاع الانتجريتي وانت شنو حسبتهم بعدها على حسب الكور بتاع شنو بتاع البوليسي عملت ديفولوب من ده الانترفيس بتاعي الانترفيس عملته يوم انتصار الجنوب الصوره دي كانت بتاعت جينا حتى المشرف هو ذات ثاني قال لي الزول ده يوم قرن ولا شنو طبعا جت السودان هنا كم مره بناء هو قام شاف الصوره دي قال على اليمين بتاع يعني استغرب من البناء دي فدي انك انت بتيجي تعمل لما تيجي تعمل نيو يوزر انك انت بتشتري بروفايل فالاكسس كنترول اللي انا عملتها انك انت شنو بتختلف الاكسس كنترول بتختلف عملت وورد الكلمة دي انت جيت لما تيجي تعمل ريجستريشن بتكتب الورد دي كويس يلا لما تيجي تعمل لوجين لما تيجي تدخل الايميل بتاعك بتحرك الورد اللي انت كبير عملت بها ريجستريشن لو كانت اجا صحيح الورد دي قدامك فبتعمل شنو بتدخل الباسورد تدخل بعدها في السيستم لو كانت خطا بتضغط الزر بتاع الرجوع معناه انك انت شنو انك انت داخل في صفحه غير صفحتك كده شنو كده الايجنت اوتوماتيكلي بيعرف انه في شنو انه في فيروس دخل على شنو على الستورج تدخل على اللوبي بالسكيور فورمولا او الورد ده الداتا مومنت بتبدا من الانزيرت والديفيل والديليت والموديفاي داتا فدي الانتجريتي والديت افيلابيلتي عملت الفاليبيلتي باستخدام اوريكل اوريكل سينجي كونتريبيوشن الميك كونتريبيوشن انا طلعت بيها 5 ميك كونتريبيوشن عملت بروبوز الفريم ورك عملت اونتولوجي عملت ديزاين لكل سيستم عملت اونتولوجي لانه انا لما جيت عملت ديزاين للسيجن بقى عندي شنو خطره انه انا بس عملت ديزاين للتول اللي انا شغال فيها في الكلاود كومبيوتنج لكن ما ربطتها مع شنو؟ مع الكلاود كومبيوتنج لانه الكلاود كومبيوتنج اصلا نولج فاخترت الانتولوجي عشان انه انا اعمل شنو؟ اسست الثغره بتاعت الديزاين وقمت عملت شنو اونتولوجي مع الايجنت كل شنو كديزاين موحد وتطلع عليه الديزاين العام للسيستم بتاعي عملت انتريو للنيو اكسس كنترول سميتها اف تي دي اي تي ثاني جيت عملت بروتوكول للداتا موفمنت انه مثلا انك انت الداتا لما تيجي تعمل تنزل داتا جديده بتدخل السيكول فورمولا بتاعتك زائد واحد واحد مجرد ما انت عملت دي معناه شنو انه السيستم بعد ده جيب لك وعرفك انك انت شنو المستخدم الرئيسي للصفحه الصفحه بتاعتك برضه عملتها مكتب الفيرر بحيث ان انت لما تيجي تعمل داونلود كيف انه السيكول داونلود بتاعك بيحفظ فالليست اوف بابليكيشن عملت 23 جورنال الحمد لله وعملت 12 كونفرنس بريسيدين و 2 شابتر ان بوك فانا لما اجيب اول حاجه يعني البيبر اول بيبر كتبتها انا شايل 6 شهور بس لسه هنتحفظها لثلاث جورنال ولكونفرنس كلهم عملوا لي ريجكت وجاني احباط احباط شديد لكن انا كنت ما بقدر اكمل بس بقدر كلمة ريجكت انا بعين ما بشوف قدامي انه ليه ريجكت في النهايه عرفت ايه السبب شنو؟ ان انا مثلا برسل لكونفرنس اللينكس بتاعهم داري 6 انا الجورنال بتاعتي 18 صفحه اوكي بتبلغ عشان كده واضح انه لا ريجكت فده كان شنو السبب الرئيسي فبعد عرفت ايه انا ريجكت شوف ما في الكونتنت بتاعت الديرا بتاعتي ولا في الكونتريبيوشن اللي ميك كونتريبيوشن بتاعت الديرا بعدين هو شغل بتاع فورماتي ديرا بتاع لينكس يعني شغل بتاع شنو؟ خاص بالجورنال ولا خاص شنو؟ بالكونفرنس فانا بعد قسمت البحث بتاعي لاربع اقسام اربع اقسام المبو ريزلت ومشي بس هو عادي كونفرنس مشيت استراليا على حسب الاحتياج شنو؟ المنحه بتاعتي مشيت استراليا مشيت المانيا مشيت سنغافوره مشيت تايلاند مشيت اندونيسيا ده كله شنو كونفرنس انا عارف انه كونفرنس هي طبعا شنو تصنيفه بحثي شنو الكلام ده ما بخط ريزلت بشنو؟ ببيضر بتاع شنو بتاع الكونفرنس بس بديهم كبربوز البربوز الحاجة اللي انا داري اعملها شنو؟ يعني انا بطلع بيضرين في وقت واحد واحدة كونفرنس بدون ريزلت وبدون ابلكيشن والثاني بيضرين في ابلكيشن برسلها لشنو؟ للجورنال الحمد لله سنتين انتهيت من كل الشغل ده انت المشرف قاعد تقول لي يا احنا دارينا حاجة السنة بتاعنا بتاع اربع شهور كان بديك اسبوع انك انت تكتب البحث بتاعك طوالي طلع قرار انه اي زوج ناشط اربعه
citation boleh kau kata tipis jadi semua tak jadi negatif agak kita berarti kita dah ada jawapan yang kuat zain dan conclusion. Karena alhamdulillah ada rasa tertati, bas paham copy paste dan bab itu introduction. Copy paste ni lebih pada fikiran kita jadi lebih. Nanti semua akan ada apa أضرب ويكا جابني من الجولان كلام ليلة
فبجد لما نكون مرات يتنشن كده شهر شهرين مش طرف زي بيضة الكوت والبايزر بتاعي يضرب لصاحبي يقول لي اسمع انت ابو بيك ولا ايه حتى لما جيت السودان طبعا جيت شهرين في تايتل وانا مطلع 127 تايتل في البي اس دي بتاعتي انه انا ده شاملي دي غلط عن شغل جاهز يعني عندي باي لونتك اوبجيكت اوبجيكتيف مع جزء من البروبلم مع واحد من الجزء الاول من الميثودولوجي والريزلت عشان اطلع شوف شنو كبيبر جديد يعني ده انا مقسم الشغل كده فلما جيت من شهر 11 لحد الان استنى يا ميرا الاول عايز ميرا في مراته بالضبط شوي حدد لي شهر ثالث مزيد الميرا الثاني وين دورت يا مراته عايز مره ثالثه حركات جديده تفضل عليك قال لي ميرا كمان بس انا ممكن تندرويك الساندول فورتو ده بقى الجورنال الكبير طبعا لما قلت لازم تكون عندك اسوشيشن او امباكت فاكتور جورنال والشغل ده انا معاه بس ابديتي عشان كده كان يدي جاب لي بوك وكده كان واحد بيجي يعمل سبسكرايب وتحديد